ريشة دول. لبنان بلد السياحة بس بلا سواح، وبلد الانفجارات بس بلا حروب، وبلد الصواريخ بس مش كل الصواريخ مثل بعضها، في صاروخ بينلف، في صاروخ بزلزل الأرض، وفي صاروخ بتقص فيه الحديد، وفي صاروخ خالد الظاهر اللي بتحلق فيه. ومؤخرة تعرفنا على صاروخ بينقعد عليه، صاروخ لوري بالدنيا. يا هيك الصواريخ يا بلا. ما في اهضم منا لوري، كيف طالع شكله على الصاروخ. بس اهم شيء يضل علم لبنان مرفوع على كل الصواريخ الدنيا. بعد حرب السكربينات ولعت حرب العوينات بين اليسا ونانسي وهيفا ومريم فارس. شوفوا على المصادر انه معقوله هيك عوينات، يعني اليسا قد المقليه مثل كعب انينه القارسي، يعني اذا الشمس حاميه بتقلي عليهم بيضتين. اما مريم فارس طالعه مثل زورو، بس اللي ضربت الزين مريم ما فرق شو يعني. هلا نانسي عندها اكستنشن بالعوينات، ليك ما احليهم بقطع عليهم العصفور. اما هيفا طالعه مثل كات وومن، ليك ما احليها شي بعرفني. يعني صبايا شو بدي لكم، الله يستر. اذا انتقلنا من السكربينات للعوينات ما بعرف بكره وين رح نصير.